بس صناع المستقبل ديالك خاصك تحيد جو الفشل، خاصك تقرب من الله سبحانه وتعالى، ما تضيعش الوقت، لأن الله عز وجل خلقك على قبل، على قبل الحب ديالو، على قبل الروعة ديالو. الله سبحانه وتعالى كيبغيك أكثر ما كتخيل. وان تعرف فلسفة الديانات هتعرف أن الله خلق كل أكوان على قبلك. فأول حاجة تدير تقرب إلى الله عز وجل. كاين شي ناس كتقول لك أنا باغي نفطر رجلي، ولكن هاد ولكن هي المشكل، هاد ولكن هي مرض الأعضاء، هاد ولكن هي سبب الفشل. خاص الواحد يواجه راسه، مو تشوف راسك في المراية، يا تلقى الصديق يا تلقى العدو، ومن بعد نتا تقرر مع من غتبقى. وديك الساعة تصور راسك نتا اشنو كدير هنا، اشنو الدور ديالك في الحياة. خاص يكون عندك غرض، وباش توصل لهاد الغرض غتبدا من البلاصة اللي نتا فيها وبالامكانيات اللي عندك دابا، وغتطلع الدرجة الاولى. ومنين طلع هاد الدرجة غتكتشف حوايج جداد، وهنا غتطبق قانون جديد. هتقولي اي حاجه تفكر فيها هتولي كتفكر فيك، الهدف ديالك هتولي كتفكر فيه هيولي كيفكر فيك. هي مساله وقت وصافي. منين تكون عطشان غادي تشرب غتشرب، ومنين تكون جيهان اجل النجاح غادي تنجح. توكل على الله وادعي لله عز وجل، بغيه من قلبك واعطيه العظمه من القلب ومدح، والله عز وجل تيقول أنا عند ضم عبدي لي. أشنو اللي حابسك؟ حيد هاد الآثار. إلا سبق شي واحد وصل للهدف ديالو فهداك يعني أنا وانت وكلنا إلا درنا شوية ديال المجهود يجي نهار لنوصلو للأهداف ديالنا. لأن المعرفة ملي كتعاود كتولي إيمان. الله سبحانه وتعالى خلقك كل شيء، لما تعرف هذا الشيء هتمشي مرتاح في الحياة ديالك. وخاصك تعرف بلي الله عاطيك واحد القدرات، خاصك تحسنها وتحسن الإمكانيات ديالك وتحسن الفعل ديالك، لأن النجاح والفشل في يد الله سبحانه وتعالى. حنا كنديرو السبب، ولكن الله سبحانه وتعالى ضمك دير لي عليك والله غادي ينصرك بإذن الله.